كان اسمه الملك رحيم، وحدث الأمر في يوم تتويجه. الأمر ليس مضحكاً. الأمر ليس مضحكاً أبداً. هذا ليس مضحكاً. غضب رحيم فقرر أن يصدر قانوناً جديداً. أحقاً تريد أن تمنع الضحك؟ هذا صحيح، يمنع على أي شخص في المملكة أن يضحك بعد الآن. ولكن ألا تعتقد أن هذا مبالغ به قليلاً؟ لقد سمعتني. من الآن وصاعداً، إن فكر أحدهم بأمر مضحك فسيموت من الضحك.